حصل ايه في 2013؟ ايوه حصل ايه في 2013؟ جايبين لي فيديو مثلا في الفيلم المزيف ده اللي عرضوه، واحمد موسى بيقول، احمد موسى كان بيقول على المسلحين واي حد يرفع السلاح في وجه الجيش والشرطه يقتل. اقولها؟ ايوه بقولها. هو بقى ايه؟ ياخد الحته دي ويركب بقى عليها كلمه اخرى فيروح عامل، ما هو انا قلت لك في فبركه. وقتها واحنا في 13 بنتكلم، ايوه بنتكلم على مين؟ المسلحون او على المسلحين؟ نتكلم على المسلحين او العناصر الارهابيه اللي هم ماسكين سلاح بيرفعوه امام وزاره الداخليه ورجال الشرطه اللي كانوا رايحين يتولوا هذه المهمه بامر من النيابه العامه. كنا بنقول اللي يرفع السلاح ده في اي بلد في العالم، من اول امريكا وانت امريكا، ده امريكا ما بيبقاش معاه سلاح وممكن بيقتل الناس وهو معاه سلاح. امريكا بيعملوا كده، مجرد يقول له اقف، لو ما وقفش يضربه بالنار. لا ده انت بينبه عليك مره واثنين وثلاثه وعشره، وانت تقعد تضرب بالالي ولا بالار بي جي ولا تضرب بالجرينوف اللي عندك ولا ولا ولا. انت عايز الناس ايه؟ تضرب وتقتل وفي الاخر الناس تسيبك يعني؟ لا طبعا طبعا. تواجه الارهابي. هو اللي كانوا موجودين في الرابعه دول ايه؟ مسلحين بالادله. وانت ما تيجي النهارده بتروع الناس وتهدد الناس وحياه الناس، منتظر ايه؟ لما تقتل في الناس وتعذب الناس. وانا مش كنت بكلمكم على جثث 38 اتدفنوا ولا 48 اتدفنوا، ما حدش يعرفهم لحد النهارده؟ طب اوريكم مجموعه من اللي كانوا في حد بعت لي، وعلى فكره الصوره دي بعت زعناها في وقتها، بس لقيت حد بيبعتها لي من يومين. صديق عزيز كده لقيته بعت الصوره دي، والله. قال لي انت بتتكلم عليهم، بص دول بالمناسبه قبل الفض. المشهد ده قبل الفض. ما كانش فيه اي اجراء. على فكره دول موجودين اهم، شايفين ادي في مراوح اهي مشغلينها عشان الريحه بدات تطلع. الريحه بدات تطلع، ده في واحد حراسه هناك قاعد اهو على الباب هناك اهو لابس تيشيرت اصفر هناك اهو. وادي صوره محمد مرسي اهو، يعني ده وادي ناس في هدوم الناحيه اللي على الشمال اهي، دي جثث الاخوان صفوهم في الميدان. دول قتلوهم. قتلوا تاني اهو، اتقتلوا دول. قدامك اهو. لما انا بوريك واقول لك، ليك حد بيقول لي خد بقى الصوره اللي فادي الصوره اهي. الصوره دي لما جات لي على طول انا تذكرت ان انا عرضتها في وقتها من 10 سنوات. مش النهارده. محدش يضحك عليك، يقول لك بيعملوا وبيقولوا مصر عملت، مصر عملت ايه؟ مصر عملت الاجراء القانوني الصحيح. اللي هو لا يمكن تسمح لمسلحين انهم يقتطعوا جزء من البلد ويفضلوا فيه. حتى لو يوم، ده تسابوا 45 يوم مش يوم، 45 يوم. ويجي النهارده يقول لك الحقوا وضحكوا وعملوه، لا ما حدش عمل، اتعمل القانون اللي اتعمل. دولة طبقت قانون بدليل ان انت قتلت، انت قتلت الاخوان. او قتلت اي حد عندك انت شفته انه جوه وانت شكيت فيه. اهو دي جثث كلها. كل الجثث دي كانت قبل فض الاعتصام. مين اللي قتلهم؟ مين اللي كان بيدخل هنا غيركم؟ مين اللي قيادتهم؟ هم اللي بيعملوا كده وبيصفوا، هم اللي بيقتلوا وكفنوا الناس. وقلت لكم من يوم الثلاث والاربع يا جماعه، ده في ناس اتدفنت حتى اليوم مفيش واحد يعرف عنهم حاجه. 48 واحد اتدفنوا في مدافن الصدقات، صدقه، محدش يعرفهم ولا حد سأل عليهم. هم دول فين ودول مين ودول جاي من اي حته؟ اتقتلوا في رابعه. فادي ده بيرد على اكاذيبهم اللي بيحاولوا يروجوها. دول زي ما بقول لك جثث اتقتلوا واتكفنوا وفضلوا داخل الميدان وداخل الاعتصام، بحيث عشان يجي بعد كده يقول لك الحق شفت قتلوا وعملوا ومين. ادي اهو، ادي شوف، عد كم، عد 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 كم واحد. ومخبيين طبعا، حاطين بقى بتاعه الخيمه ديت عشان ما حدش يبص بقى من السكان ولا حد من الناس اللي بتعدي يبص، وحاطين حرس حراسه على المكان. هما دول هيهربوا؟ ناس ميته، ناس مقتوله، ناس متكفنه،